النبي صلى الله عليه وسلم. جوزي الرمادي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوكم أصدقائي، شخباركم؟ يا رب إن شاء الله بخير. رجعت لكم فيديو جديد وحلقة جديدة، إن شاء الله تنال إعجابكم. لا تنسى تخلينا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وخليكم ويا الفيديو ومشاهدة ممتعة. طبعا الساعة هسه بالأربع الفجر، وإن شاء الله متوكلين للصيد، والجو بارد ما وصف لكم شلون برودة هسه. والله برودة تقتل. يلا ثنتين ولا بي. ما اقدر ترمان، اجى على كتر هذا. ما طبق. يلا اذبح اذبح، حرامات برقمك اني رميت. وين خضيري؟ لا لا مو خضير، خضيري ما طارش. جيب الغلافات، بس تابع الخضيري. يلا جيب حذافتك، جيب حذافتك. يا الله اللهم صل على محمد. هذا الجوزي، الصلوات على محمد آل محمد. شوف شو سوي بهاي القوان. هذا رقم اثنين. بسم الله الله. ياكلهن الحوم. يا جنطه. ما حد تروح خلي. اخ يا شايف سوي بهاي. ترى ما يا الله. اللهم صل على هاي الشيشه. هجها. صلى الله عليه وسلم. طبعا ما اعتقد انا وثقت هلكم، لان ما لحقت. جيت فوق هاي وضغطت على السرعة على زر التصوير. حذافي حذافي ملحة جتك. طبعا جت وراي وحطت. هلا بحسك. هلا هلا الله اصبر. تعال الحذافة خلنا نذبحها. بسم الله الله اكبر. ذاك اللي اختل الحذافات حطن ورا القفص، بس كلش ميتات. الله ان شاء الله يحصل من عتب. طبعا هذا راح يمي شوي قريبا رمان ليل، والثاني راح تصوبه هيك. يا الله كفو كفو منك كفو. هاي شوف طاحت، جيت وطاحت يم. وهذا الجوزي الرمان ليل. هاي بربشه يو هراره. اللهم صل على محمد وعلى اله. ترى سمش ناق. يا الله. طبعا طبقنا نسوي لنا غداء. الساعة هسه تقريبا ب 11 الصبح. مشينا ما حصلنا خضيرية، بس حذافات وشيتشات. وهسه طبقنا نسوي سمك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طقنا الهبوط من ورا الدفر. يا
يا بيقولون ليش ما تطبخون؟ هي يتلاحق علي الوقت، والله ما يتلاحق علي. يلا خلص، حط ملح، حط خلي ملح، امشي ملح، ترى هبط الضغط كلش حاج. نسوي حلقة ترى شلون؟ حبوك طيب من من الشوي؟ ها؟ قطيب من الشوي؟ هذا كله راح ناكله. شيء يتحمص. ما حطيت لك حظن. صعد عندنا ضغط رسمي. كوشم طفل ما حرام ما خليت نرميهن صوبات والله. ها هي دي ايش قطعها ثلاثه الدكشات لولا يا الله. طبعا طعنا مفاجاه ما ندري بيهن طاحن ثلاث ذبيش وهدي ليه ثاي دربارك نشيطة لا ترميها شوفها تغطى وتطلع يلا ترمي هذا عنده غط لا دربي ما يرد يم ليت اثنين وهاي وحدين كوشم مبالي برابش اي والله بصافنا ما ندر بيهن زين وما طارق ها شوفن هذن ايه شت ليش هي توقفين لو لا تعال ما
تعال تعال ابوي. يا الله حرامات والله ما قدرت ترمي لان انت صاير قدامي. زلفت هاي يلا رميتها. حجي والله نزلنا نزور ذبنا مطر عبانا بعيد وعبانا برابش. بسم الله الله اكبر صلاه على محمد وعلى محمد. والله وينك؟ خليني اشوفك ما مبين الشمس. هذا مطيرنا ذبينا هنا والله قسم مطيرات اجين وحطين كتلنا هين اذا تشوفونها اصدقائنا متابعين. شنو هذا علاوي؟ هذا كوشر. كوشر غالي هذا محترم. فارقينا والله صار تقريبا اسبوع. سامع اسمه من ايش يقول؟ الغالي هذا الغالي. بس هو خز اجابه للسيد. السيد اليوم ماكو والله يعني ما حصل. احنا لازم ما نقول بعد السيد خلاص هذا يختارون عمي والله العظيم. تحياتنا كل الساده. عمي الخضيري ما يتعوض. هذين ياكلن بالدوش اكو دوشه بالشطانيه وياكلن بيها وسجن. بس انا بعتن بحب ايش سموها الشطانيه تعرف؟ اي ما تعرف تحداك. مطيك اسبوع تعرف الجواب ليش سموها الشطانيه. يا انا قطع حتى جاوبك. لا خل المشاهدين يجاوبونك انا ما اجاوبك هسه. انت ما تعرف شنو هي. قلهم؟ لا. يلا طبعا هذه كوس متروسة خضير هسه هو حط قدامنا زوج ومطر. طب هاي الكفوس كفوس قيصة والأسد ما يشاف به. هذا المحور بعيد زين وجبته. تعجيت من طاحة كان قلت ايش كبره. الله وصل. جيد كفو طبعا حط الحرات واختلهن لي وهنا اذا اشوفها اطاحت وعدي ما تلقاها اركض لها. ما اعتقد يلقاها طاحت وصوب. يلا اهم شي هذا الكوشن هذا الحذاف. الصلاة على محمد وآل محمد.